مهمة تبتدئ مع ابتداء الاجتماع. مكالمة هاتفية من أمين المراسم قال لي إن لم يبدأ الاجتماع ولم أحضر في الوقت فقم بهذه المهمة. إنها مهمة سابقة، ولكن إن لم تكن في حالة نفسية ولم تكن في حالة فكرية تهيئك لاستقبال هذه المهمة فسوف تكون صعبة عليك، خصوصا وأنك ستكون عريف الاجتماع في الوقت ذاته. هيأت نفسي وقلت لماذا لا آكل الضفدع وكيف آكل ذلك الضفدع؟ ففكرت بقاعدة أو قانون بريتو للأعمال التجارية، أن تبدأ بالجزء الذي يحقق 20% من أهمية الأعمال ليحقق إيرادات مقدارها 80%. وهذه واحدة من المعلومات التي استقيتها من طريقة أكل الضفدع وكتاب كل ذلك الضفدع. في هذه الليلة الماتعة سوف يكون لدينا أخوة متمكنون يساعدونني في إدارة هذا الاجتماع. أولهم المدقق اللغوي والذي يقوم بإدارة هذا الدور التوست ماستر القدير، التوست ماستر ماجد أبا الخير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دوري اليوم إن شاء الله مدقق لغوي، وسوف يتمركز مهامي حول 4 نقاط. سوف أقوم بالتقديم وتعريف كلمة اليوم وهي حلق، متابعة وإحصاء استخدام الكلمة ومشتقاتها لكل من يأتي للمقدم ويعتلي هذه المنصة، الإنصات ورصد بعض العبارات الجميلة التي استخدمت أثناء اللقاء، ورابعها ملاحظة الأخطاء اللغوية، وخامسها تقديم تقريري في نهاية الاستماع. حلق مأخوذة من التحليق والطيران ومن مرادفاتها الارتفاع والسمو والشموخ والعلو، أما ضدها فهو السقوط والانخفاض والانحدار والهبوط والجثو. لا تحجم، لا تحجم، ولا تستصغر نفسك، ولا وتجنب المثبطين، أطلق لنفسك العنان، لا تتوقف، فلديك حق التحليق في أي وقت تشاء لتحقق مرادك. لا تحلق لوحدك، ادعو الآخرين للتحليق معك، فالفضاء يتسع للجميع. حب لأخيك ما تحبه لنفسك، فقيمتك بما تعطي وليس بما تمتلك. يقول المثل: لا يمكنك التحليق كالنسر إن حط نفسك بالديوك. إليك هذا الاجتماع. حلق بنا توست ماستر ماجد أبا الخيل في عالم الكلمة، وحلق وسنحلق معه في هذا الاجتماع الرائع مع ضابط الوقت الميقاتي والتوست ماستر مالك كنعان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي عارف الاجتماع، السادة الأعضاء والحضور الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سيكون دوري في هذا اللقاء أن أحلق مع الوقت وأضبط الوقت لهذا الاجتماع، وتأكد من سيري حسب الأجندة الموجودة أمامكم، وأيضا متابعة الخطباء والمقيمين الاجتماع وتنبيههم على الوقت المخصص والمتوقي لهم. وسأستخدم الساعة المؤقتة والألوان هذه، حيث سوف أرفع اللون الأخضر عندما يتجاوز المتحدث الوقت المؤهل له، وسوف أرفع اللون الأصفر عندما يقترب الوقت من الانتهاء، وسوف أرفع اللون الأحمر ما يعني أن المتحدث قد تجاوز الحد الأعلى ولديه 30 ثانية للانتهاء. طبعا الوقت من الركائز الأساسية في التوست ماسترز، والوقت أيضا من المهارات المهمة التي نتعلمها هنا في هذا النادي. إليك أخي عارف الاجتماع. ويبقى عداد التلكؤات العضو الأبرز مع التوست ماستر منصور الشهري. شكرا على الاجتماع الأخوان الحضور
دور اليوم عداد التركات وهي ثلاث مهمات رئيسية: تسجيل الكلمات والأصوات التي يستخدمها المتحدث. ممكن توقف بعد إذنك للناس يشوفوا. دور اليوم عداد التركات تسجيل الكلمات والأصوات التي يستخدمها المتحدثين في الاجتماع اليوم كمخرج من الحرج أو تعبئة لحظات الخرج. وهناك كلمات اعتبارية اعتراضية مثل و ويعني وطيب ولكن، أو الأصوات التي منها أم أو آه أو النحنحة، وكذلك أي كلمة أو لازم يكرر المتحدث بكثرة كمخرج الله إليك عارف الاجتماع. وإلى جامع الأصوات والذي به تسير عملية الديمقراطية في هذا النادي واجتماعاته وأركانه والتوست ماستر سالم الدوسري. دوري اليوم إن شاء الله جامع الأصوات. طبعاً سيكون تجميع الأصوات بعد كل خطبة من الخطباء وبعد كل تقييم. وطبعاً في عندكم في آخر في أسفل الورقة تجدون أفضل خطيب، أفضل مقيم، أفضل مشارك خطبة استجابية. يعطيكم العافية. وإلى هنا سوف نبدأ مرحلة جديدة من مراحل اجتماعنا الماتع، ولكن بضيف داعم من نوع آخر سوف يكون طعمه لذيذ مفيد مع ورشة تعليمية يقدمها التوست ماستر عبد المنعم الهوسة. شكراً عريف الاجتماع. شكراً شكراً عريف الاجتماع، الله يعطيك العافية. قبل أن نبدأ الفقرة لدينا عضو جديد في النادي شاركنا بإذن الله رحلة التسمستر، نريد أن نقدم له تنصيبا رغم أنه ما شاء الله بدأ فقرته قبل أن ينصب. رحبوا معي بالتسمستر الجديد منصور الشهري. تسمستر منصور الشهري، هل تعدنا أن تواظب على اجتماعات النادي بشكل مستمر؟ هل تعدنا أن تبذل ما تستطيع لتكون عضواً فاعلاً في نادي غرفة الشرقية؟ نعم. أعضاء تسمستر تقفون، بارك الله فيكم، أعضاء النادي، الضيوف مكرمين، أعضاء نادي غرفة الشرقية، هل تريدون أن تتعاونوا مع زميلنا وأخينا التسمستر منصور الشهري ليكون معه دائما؟ نعم. تعيدون بذلك؟ نعم. نرحب بك وأهلا وسهلا. أنا شريف بمناسبة التحاقك معنا بالنادي. شكرا لك. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. من ضمن فقرات برنامج التسمستر التعليمي لدينا فقرة عنوانها الفقرة التعليمية. هذه الفقرة التعليمية الهدف منها أن تعين الأعضاء في النادي حتى ينطلقوا في رحلتهم للتسمستر بشكل يسير وشكل حسن وشكل مثالي ومميز. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودة، وأيها الميقاتي الوقت من 10 إلى 15 دقيقة، التسع دقائق الأخضر، 13 دقيقة الأصفر، والأحمر 15 دقيقة، وإن شاء الله ما أحتاج أصل لهذا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بيكون عندنا الإرشاد، الإرشاد والرعاية. أي شخص في هذه الحياة يحتاج إلى من يرشده. أحيانا أنت ذاهب إلى مشوار في الطريق عندما تضيع، يعني قبل اليوم الماضي مثلا، تحتاج إلى شخص تسأله أين أجد الصدرية الفلانية، أين أجد بيت الفلان، أين أجد الجهة الفلانية، أحتاج إلى شخص يرشدني إلى المكان. هذا الإرشاد يقدم من شخص ذو معرفة ذو خبرة إلى شخص لا يمتلك هذه المعلومة. هذا بالضبط ما يقدم لدينا في نادي غرفة الشرقية في جميع أندية تسمستر. هذه المادة تعتبر من ضمن سلسلة النادي أو الأندية الناجحة يقدمها شخص في النادي حتى يفيد الأعضاء. من خلال هذه المقدمة، إذا تسمحوا لي، من هو
ما هو الإرشاد بشكل عام؟ ما هو الإرشاد؟ يعني من خلال فهمك عملية الإرشاد إيش المقصود فيها؟ توجيه. أو أول توجيه من اللي قالها؟ الله يفتح عليك حسن. مثلا التوجيه أيضا ما هو الإرشاد؟ مشاركة التجربة مع شخص آخر. مشاركة التجربة مع شخص آخر، يا سلام. أيضا النصح. النصح أحسنت. أيضا كل شخص هناك رفع يده، تفضل. التدريب. التدريب عبارات كثيرة كلها في النهاية عملية بين أكثر من شخص. فالإرشاد ما هو شخص واحد، معناها قد يكون بين شخص وشخص، بين مجموعة وشخص، بين شخص ومجموعة، أو مجموعة ومجموعة. في تسمستر هنا لدينا بين شخص وشخص. إذا لو قلنا أركان الإرشاد من خلال هذا الكلام، إيش تتوقع؟ أول شخص مسترشد. يا سلام، المسترشد هذا الشخص الخبير والذي يحتاج إلى خبرة. يا سلام عليك، الذي يحتاج إلى خبرة، هذا أول شخص المسترشد. إذا الشخص الثاني المرشد. خلاص. وبينهم عملية الإرشاد، بينهم عملية الإرشاد. إذا طبعاً ليش كذا صارت المعادلة؟ جهاز الثاني هناك أحتاج أخذه على السريع. طيب يعطيك العافية. طيب يعني هذه تحدث في أكبر العائلات، يعني الأمور تمام، يعني بسيطة، يعني اعتبر نفسك ما شفتوا حاجة. طيب جميل، لكن تمام إن شاء الله. طيب الشخص المرشد، المرشد هو شخص يهتم بتقديم معلومة لشخص آخر. خلاص، يقدم هذه المعلومة ويحاول أن يساعده. في النهاية الشخص المرشد يحتاج يكون عنده معلومة، فهو قدوة للشخص الآخر. المسترشد، ما هي الصفات التي نحتاجها في المسترشد؟ أنا قد أكون مسترشد، أنت قد تكون مسترشد، الآخر قد يكون مسترشد. ما هي الصفات التي يحتاجها حتى يكون فعلا قابل أن يستقبل عملية الإرشاد؟ يا سلام، الرغبة. أيضا تفضل. الصدق. يا الصدق. صدق في كيف يعني؟ الصدق سبقني الرغبة. جميل، أحسنت، الله يفتح عليك. خليني أقول لكم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن شخصان لا يمكن أن يتعلموا، يعني يصعب أنهم يكون عندهم استقبال للمعلومة. من هم؟ تفضل أخ. المتكبر. يا سلام عليك، المتكبر. شخص يشعر أنه المعلومة هذه أصلا ما احتاجها، إذا لن يتعلم. المتكبر. أيضا المجنون. المجنون لطيف. الله يعطيك العافية. تفضل. خجول. الخجول، الخجل. الشخص الذي يشعر بالخجل، ما نقول استحيلة، هو فعلا خجول، أحسنت في التعبير عن هذا اللفظ. الذي يشعر أنه ما أقدر أسأل، صعبة، أخجل. طبعا هو يقول استحيلة، يعني هي أخجل. هذه كلها تمنعك أن يتعلم. الشخص اللي يحتاج أن يتعلم يحتاج أنه يبتعد عن هذه، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذا تكلمنا عن المسترشد، خلونا نتكلم عن المرشد. المرشد يحتاج يكون عنده مجموعة من الصفات حتى يكون قادر أن يقدم الإرشاد للشخص الآخر. أبدأكم أنه المرشد يكون كلمة ذكرتها أكثر من مرة، عنده معلومات. لا يمكن أن يكون مرشداً بدون معلومة. يعني على سبيل المثال أريد أن أسأله مثلاً، يا تسمستر ماجد، كيف يمكن أن أحصل على شهادة المتواصل المتمكن؟ إذا كان تسمستر عنده معلومة بيقدمها لي، إذا ما كان عنده معلومة برضه أعتقد لا يلزم أحياناً أن المرشد يكون كامل المعلومات، لكن هو قادر أن يأتي بالمعلومة الصحيحة عن طريق البحث أو عن طريق سؤال خبراء آخرين. إذا يكون عنده الخبرة السابقة والكافية. أيضا الصبر. الله يعطيك العافية. يعني مثلا أحد الأشخاص اللي أنا أرشدهم التسمستر تركي، طبعا لفترة اللي هو خلاص يعني ما شاء الله أتوقع بعد 6 شهور بيسبقني، الله يحفظ ما شاء الله. التسمستر تركي ما شاء الله يعني يسأل الآن، يسأل بعد شوية، يسأل بعد شوية. وما في الواتساب دائما ما شاء الله يعطي العافية. لا أذكر هذه على سبيل المدح، أذكرها. الصبر يحتاج فعلا المرشد أن يصبر. خلاص، لأنه في النهاية جزء من عملية تسمستر يعتبر عملية تطوعية. معنى آخر، كل ما أحسنت العمل
حسنت نيتك حتكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ستحصل بإذن الله على ثمرة في الدنيا في يعني إيصال معلومة حسنة لعضو آخر، والأمر الثاني أنت تعتبر أنجزت إنجاز بينك وبين نفسك. ستتكلم عن الإنجازات بعد قليل. طيب صبور ذكرناها أيضا، يكون متوفر. ما معنى كلمة متوفر؟ عندما يتواصل المسترشد مع المرشد جده حاضر، لا نقصد يعني حاضر 24 ساعة، لكن يكون تواصل متصل. حلو التواصل متصل، يعني هذا كلمة خطيرة. يكون التواصل متوفر بشكل دائم. أيضا المسترشد يحتاج أيضا من الصفات أن يكون حساس. معنى حساس أن يعرف ماذا يقول وكيف يقول. راعي الشخص الذي أمامك. أحيانا تتحدث بمعلومة سريعة كبيرة وهو قد يكون شيء مبكر بالنسبة له. طيب محترم مرن يقدم الدعم، محسن الاطلاع، واثق من نفسه، مستمع جيد. مستمع جيد من الأشياء المهمة جدا. يدق مثلا تسمستر ماجد الحربي الله يعطيه العافية، ارفع يدك تسمستر ماجد، يتشرفوا بمعرفتك إن شاء الله بعد قليل يتشرفوا بسماع خطبتك. عندما يذكر لك سؤاله إن لم تسمع جيدا لن تستطيع أن تفهم جيدا، لن تستطيع أن تقدم خبرتك بشكل جيد. الاستماع صفة مهمة جدا لأي عضو في الإرشاد. يهتم بالآخرين، مع الآخر بين قوسين يكون عنده صفة ها شباب المبادرة. يا سلام عليك الله يا أخي، تحية للتسمستر الله فحي الله يعافيك، 10 درجات إن شاء الله سهل. طبعا معلم معاكم. طيب الله يعطيك العافية. فعلا يكون مبادر. مع الآخر أنا مثلا مرشد للتسمستر أحمد الشمري، لا أنتظر أحمد بعد أسبوع أسبوعين حتى يسألني، لا يا أخي أنا بادر بعد أسبوع. تسمستر أحمد كيف حالك؟ إن شاء الله طيب، فين سلامات؟ ما شفناك. إذا غاب، إذا حضر، مثل إن شاء الله تقدم مشروعك الأول، ما إيش رأيك تأخذ الدور عدة تركوات وهكذا. متابعة هذا لا يكون متابعة لصيقة لتجعله لا يستطيع أن يتنفس، لا، أنا أقصد المتابعة اللي يكون فيها رفع، يكون فيها اهتمام، يكون فيها عملية إرشاد بشكل طبيعي وصحيح. طيب إيش المطلوب من العضو الجديد؟ خلاص هذه الأشياء لما أذكرها المطلوبة من العضو الجديد، أي عضو خلاص، وما شاء الله مجموعة عندنا من الأعضاء من الضيوف الكرام فرصة يتعلم هذه النقطة. تفضل. بس معلش الشريحة اللي قبل كان في حساس. جميل. حساس خلينا نقول إنه لا يتحدث دون تفكير. خلاص عندما يتحدث مع سين من الناس يعرف كيف يتحدث. لا أتكلم بكلام قد يكون جارح، لا أتكلم بكلام أعتقد أنه مفهوم هو قد ما يكون مفهوم. خلاص فحساس شامل لمجموعة كبيرة. وضحت النقطة؟ أكيد؟ أي طيب تفضل. جميل أحسنت. ممكن أن تكون معنى حساس أنه هو يتلمس احتياجاتك كشخص بدون ما أنت يا سلام تتكلم عنه. الله يفتح لك. أحسنت. وضح الشيخ؟ الله يعطيك العافية. تحية تسمستر عصام الله يعطيك العافية. المطلوب من العضو الجديد تعلم البرنامج التعليمي، وهذا يكون التعلم بتدريج وجزء من مهمة المرشد أنه يعلم برنامج التعليمي. برنامج التعليمي عندنا برنامجين رئيسية، برنامج التواصل وبرنامج القيادة. الله يعطيك العافية. عندنا هنا يعني نحجبها، عندنا هنا برنامج التواصل وعندنا هنا برنامج القيادة. كل شخص عنده من الأعضاء يحصل على كتيب وينطلق في البرنامج أولا بأول حتى يصل. 10 مشاريع للقيادة، كل مشروع له مجموعة من المهام، وعشرة مشاريع للتواصل. التواصل نقصد فيه إلقاء الخطب التي ستكون بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. تعلم قواعد وممارسات النادي، وهذه تجي مع الفترات. تطوير الثقة بالنفس جزء مهم جدا من الأشياء اللي تعلمها في النادي، لا يكون بالتلقي والمحاضرات، يكون بالممارسة، بالمشاركة، بأخذ الأدوار. ولهذا نصيحتي لكل عضو، وهذه سبقت أن مررت بها، لا تردد في المبادرة لأخذ دور، لا تردد المبادرة للمشاركة، مؤتمر خارج النادي، دور النادي، حاول تجدد نفسك. في النهاية أنت في هذه المرتبة، أي شخص في هذه المرتبة
لازم تدخل النهاية تخرج تكون في مرتبة أعلى. لا ينتظر دائما تكون في نفس المرتبة. ما أعرف، أكيد ما تعرف، نحن جينا عشان نعرف نلتقي، خلاص؟ فلا يكون دائما عذرك إنك ما تأخذ دور من الأدوار حجة إنك ما تعرف. الكل بدأنا ولم نكن نعرف، شوي شوي نعرف إن شاء الله. طيب، الاجتماع الأول، أقصد بالاجتماع الأول الاجتماع بين المرشد والمرشد، الله يفتح عليك، بين المرشد والمسترشد. قد يكون هذا الاجتماع الأول واتساب، قد يكون هذا الاجتماع الأول اتصال، قد يكون هذا الاجتماع الأول في كافي مقهى عفوا. يذكر وما شاء الله يعني عندنا تسمستر، تحية بالله تسمستر تركي الحاج، تحية. يعني كان عنده اجتماع مع بعض الأعضاء الله يعطيه العافية بمبادرة كريمة منه ليرشدهم وذكر وعرفهم بهذه الأمور. طيب، كيفية الاشتراك، هذا أصلا يكون مشترك، مساعدة في تقديم مشروعه الأول كسر الجمود اللي هو الصعود على المنصة، الجلوس مع العضو وتعريفه بالتعليمات العامة للنادي. الاجتماع الثاني يصير فيها بعض الأشياء التي يحتاجها المسترشد حتى ينطلق في رحلته للتسمستر. طيب، مع مرور الوقت المسترشد سيجد نفسه لا يحتاج إلى المرشد في الغالب. بعد تقديم ثلاث خطط، بعد الانتهاء من مجموعة من المهام القيادية، قد تكون ثلاث مشاريع أو أربع مشاريع، لأنه في النهاية المرشد لن يكون معك إلى الأبد. المرشد في النهاية في الأصل يساعدك حتى تمسك زمام الأمور، تنطلق في الطريق، تمام؟ شرح مهام اللجنة التنفيذية، شرح طريقة مسابقات الخطاب على مستوى النادي، عندنا مسابقة قريبة إن شاء الله، هذه كلها بعض المهام. طيب، هاي ذكرتها، طيب هاي ذكرتها أيضا. قبل أن نختم، نحن بإذن الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذا الاجتماع عندنا مجموعة ما شاء الله من الأعضاء الذين يحتاجون إلى مرشدين. أريد أن أعرض على أعضائنا الكرام الذي يجد في نفسه الخبرة، من يريد أن ينضم معنا إلى لجنة الإرشاد حتى يكون من المرشدين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب، سمستر أسامة بعد إذنك تكتب الأسماء. سمستر فهمي، طبعا بقول لكم ليش سمستر أسامة اخترته، معلش ارفع يديكم ما تعبكم. تسمستر فهمي، تسمستر عصام، تسمستر محمد مرزوق، محمد الشهري، تسمستر محمد الشهري، تسمستر تركي الحارث، وتسمستر سامر البدري. ان شاء الله الباقيين ان شاء الله بيمد يدهم. تسمستر مهند المدلل وامين، لا لا تزعل عشان حقيقة علينا، تسمستر امين احمد. بعد إذنهم الأخوان اللي أذكر اسمهم، تسمستر محمد الشهري تقف بعد إذنك، تسمستر تركي الحارث تقف، تسمستر أسامة تقف. تحية بالله لهؤلاء الأعضاء، الله يعطيكم العافية. شكرا لك، كل ما أقول لكم تحية تسوي تحية، أخي حرجتوني يعني، الله يعطيكم العافية. التسمستر الأعضاء الماثلين أمامكم سيكونون يعني مساعدين معي في لجنة سميناها لجنة الشؤون التعليمية، لمتابعة الشؤون التعليمية والمساعدة في الرقي بالنادي، ومن باب أولى الرقي بالأعضاء. شكرا لكم، وبإذن الله يعني تستمتعون في بقية الاجتماع. إليك عريف الاجتماع. على ورشدة الإرشاد الممتعة والتي أفادتنا بها وعرفنا إلى حق من حق من حقوق العضو الجديد في النادي، وأي عضو له حق في أن يكون لديه مرشد. هذا المرشد معروفة صفاته بعدما ألقى توست ماستر عبد المنعم الحوسة هذه الدورة التدريبية المفيدة والنافعة، نفعنا الله وإياكم بعلمه ومزيدا من الرقي والتقدم للتوست ماستر عبد المنعم الحوسة. نستمر في رحلتنا الرائعة بالتعلم بالممارسة، حيث نتعلم الخطابة بممارسة الخطابة والقيادة بأخذ الأدوار القيادية التي بدأت منذ ابتداء الاجتماع. وخطيبنا الأول لهذه الليلة التوست ماستر ماجد الحربي، ومقيمه التوست ماستر أحمد الشمري. يتفضل مشكورا لقراءة أهداف مشروع التوست ماستر ماجد الحربي. السلام عليكم، مساكم الله بخير جميعا. التوست ماستر ماجد الحربي، بعد أن أتممت
مشروعك في كسر الجمود. الآن أنت في المشروع الثاني، وأهداف هذا المشروع هو اختيار خطة مناسبة تسهل على الجمهور متابعتك وفهم خطبتك بشكل جيد. أيضا يجب أن تكون سهلة التذكر وأكثر مصداقية وإقناعا، وذلك بإعطاء شواهد ومعلومات، استخدام طريقة مناسبة عند الانتقال من موضوع من فكرة إلى أخرى، يعني أن يكون الانتقال سلسا. الوقت بالنسبة لميقاتي من 5 دقائق إلى 7 دقائق. إليك. عنوان الخطبة: تمنيت ولكن. تمنيت ولكن التوست ماستر ماجد الحربي. ماجد الحربي وتمنيت ولكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، نائب رئيس النادي، حريف الاجتماع المميز، أعضاء النادي المحلقون في سماء الإبداع، حضورنا الكريم. في البداية أنا أحب أشكر التوست ماستر تركي الحارث على الفترة الماضية في قضية الإرشاد، وأيضا كذلك أنا ثاني خطبة أقدمها ويقدمها معي في نفس اليوم، فهذا صراحة حقيقة يعني دافع قوي جدا بين التنظير والتطبيق، فتحية للتوست ماستر تركي الحارث. في البداية قرأت مقولة قديمة تقول بأن الشخص قبل أو بعد سن 20 عام يتمنى أن يكون أفضل من جميع الناس، ثم بعد سن 40 يتمنى أن يرضي جميع الناس، ثم بعد سن 60 عاما يدرك حقيقة أنه لن يستطيع أن يكون أفضل من كل الناس ولن يستطيع أن يرضي جميع الناس. في مقدمة حببت أن أبدأ بسؤال حقيقة في قضية الأمنيات، وأريد إجابة محددة من أحد التوست ماستر الموجودين، وهو: ما هي الأمنية التي تريد تحقيقها الآن؟ توست ماستر فهم. أتمنى أن يكون عندي الوقت أن أراك عريفا مميزا إن شاء الله. في البداية تذكر الكاتبة الأسترالية الممرضة بروني، كانت تعمل في أحد المستشفيات الكبار في أوروبا، تقول: كنت أعمل في أحد الأقسام المراجعين أو المرضى من كبار السن، فزاد عندي الفضول في أن أعرف ما هي الأمنيات التي يريدون تحقيقها أو استطاعوا تحقيقها، فوجدت بعد إجابات كثيرة أنها حصرت هذه الإجابات في 5 أمنيات تمنوا أن يحققوها قبل أن يخرجوا من هذه الحياة الدنيا. الأمنية الأولى كانت تقول: تمنيت أن أعيش حياتي كما أريد أنا لا كما يريد الآخرون. والأمنية الثانية تقول: تمنيت أن أقضي وقتا أطول مع عائلتي وأصدقائي، فالعمل والحياة الاجتماعية والحياة العملية أخذت جل الوقت فأبعدتني عن أصدقائي وعائلتي. وأيضا كذلك الأمنية الثالثة تقول: تمنيت أن أعبر عن مشاعري بكل وضوح، فأقول لمن أحببته أحبك ومن أكرهه أيضا أحبك. تمنيت الأمنية الخامسة والرابعة، تمنيت لو بقيت على اتصال دائم مع أصدقائي القدامى، فمع الحياة فقدت التواصل معهم. ولماذا أصدقائي القدامى؟ لأني أعيش معهم اللحظات الماضية الجميلة، لحظات الطفولة، فأشعر معهم بالسعادة. والأمنية الخامسة تقول: تمنيت
لو أنني أدركت مبكرا المعنى الحقيقي للسعادة. فالسعادة حالة ذهنية لا تأتي بالمال ولا بالمنصب. وفي النهاية أقول لكم حققوا سعادتكم بأنفسكم وعودة إليك عريف الاجتماع. ما أجمل حديث الأمنيات، وما أجمل أن يحقق المرء أمنياته في هذه الحياة. احلم، تمنى، وسعى نحو تحقيق حلمك متسلحا بالإرادة والعزيمة والثقة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. حديث الأمنيات كان حديثا رائعا، أخذنا به التوست ماستر ماجد الحاربي إلى تجربة رائعة تكلمت بها تلك الممرضة، لخصت لنا مشوار حياة طويل في 5 أمنيات. ويستمر لقاؤنا الرائع والماتع بكم، حيث يتقدم بخطى واثقة في مشروعه العاشر والأخير بالدليل المتواصل المتمكن التوست ماستر أسامة الصقوحي ومقيمه التوست ماستر فهمي عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد عريف الاجتماع، السيد رئيس النادي والنيابة، الأستاذ الأعضاء والضيوف، الليلة سوف يحلق أسامة السطوحي وسوف نحلق معه في رحلة جميلة، الهدف منها أن يلهمنا أن نخرج من هذه القاعة ونحن نتذكره. إلهام الجمهور من خلال جذبهم نحو الأهداف النبيلة وتحفيزهم نحو تحقيق مستوى عالي من الاعتقاد أو الإنجاز، الاهتمام بحاجات ومشاعر المستمعين، واستخدام القصص والنوادر والأقوال المأثورة لإضافة بعد درامي. تجنب استخدام بطاقات التذكير، الوقت الميقاتي من 8 إلى 10 دقائق، العنوان الخطبة من 1 إلى 10. إليك على الاجتماع. من 1 إلى 10 أطرق الباب. من أدمن طرق الباب ولج، من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أعضاء وضيوف. إن شاء الله سنحلق جميعا كما وعدكم التوست ماستر فهم، ونسأل الله عز وجل أن تقع هذه الكلمات على مسامع قلوبكم أولا قبل آذانكم، حتى نرفع من همتكم ونلهمكم ونرفع من مستوى إنجازاتكم. نسأل الله التوفيق لنا جميعا. بدأت القصة منذ عام 2015 على الواجهة البحرية لشاطئ الخضر، حينما انقطعت كثيرا عن الجو الأكاديمي وحضور المحاضرات والندوات، حيث انتقلت من بلدي إلى المملكة العربية السعودية. فرحت جدا جدا حينما أعطاني الرجل المحترم مدير مدرستي الذي أكن له كل الاحترام بروشور دعاية لملتقى شباب الخضر، كأني وجدت كنزة من الأسامي والمحاضرين والفعاليات، وطرت بشغف، حلقت مسرعا نحو الملتقى لأني لم أحصل على الدعاية إلا في نفس يوم الملتقى، بداية الملتقى كان يوم خميس. علت همتي من أول أن دخلت الملتقى، تنظيم رائع، ما أحلى ما أروع، إلى أن جاء اليوم المعلوم، يوم لقائي بالتوست ماستر الجبل الضخم عبد العزيز الدليجة. عرفنا فيها على معنى التوست ماستر، وما الفائدة من التوست ماستر، وأين أفضل نادي صراحة
بعد تجربة وبعد نصيحته غرفة الشرقية تستوستر. كانت بداية رائعة حينما جئت إلى الغرفة الجزيرة، قاعة الجزيرة، أنا وصديقي وحبيبي وأخي بالله تستوستر أمين، ودوما أنا أثق عليه وأجي بسيارته، جزاه الله خير. كانت بداية رائعة. أذكر الوجوه الأولى، كانت تستوستر عبد العزيز يجلس في الكرسي الثاني من مدخلك في قاعة الجزيرة تحت في الدور الأول. كان نائب الرئيس الشؤون التعليمية تستوستر فهد البران، وأنا أناديه أين أنت يا فهد؟ كانت مقابلة محفزة مشجعة لنا، واستمرينا من 1 2 3 4 5 6 إلى 10 مشاريع تستوستر من الأول إلى 10 تأزك أزاً إلى التطور والتقدم. اجتهد، استمر. يقول الأديب الدكتور عبد الله داود في كتابه متعة الحديث: لن يتغير من لم يعلن على نفسه الحرب. لا بد أن تعلن الحرب، وبما أن هناك حرب لا بد أن يكون هناك معسكرين، معسكر إيجابي ومعسكر سلبي، مع وضد. نعم نحتاجها لا للتفريق لكن للتقدم للأمام. مع من تكون؟ مع التسويف، مع التفضيل، مع التأخر، مع النوم، مع الراحة، أن تكون مع تحفيز الشغف، الأحلام، الأمنيات الصادقة والسعي لتحقيقها. لابد أن تستمر. من أدمن طرق الباب. ابدأ بإعلان الحرب، استمر، اعرف عدوك. لابد أن تعرف عدوك. إذا عرفت عدوك تعرف من معك ومن عليك. تستوستر إن شاء الله قابلني ضيف في المصعد، تسأل الأخ محمد ذكير موجود؟ حياك الله. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ جزاك الله خير. أي أحسن، تحتاج إلى تطوير إن شاء الله، تحتاج إلى دعم. كذلك أنا جئت هنا إلى ذلك، إلى هذا المكان لنفس السبب. لا بد أن تستمر. عرفت عدوك، عرفت واقعك الشخصي، شخصت شخصيتك، عرفت ما لك وما عليك. هنا بيئة إيجابية، بيئة التستوستر، سندعمك بكل قوة، كلنا معك وأنا مع نفسي بعد، لأن ما جئت إلا لنفسي أولا. ويعلم الله أني أستحضر النية يوميا حين آتي هنا، أحتسب هذه الخطوات، أحتسب يعني إثقالي على أخي وصديقي أمين، أجي معه بالسيارة من أجل التطوير والاستمرار. يقول في الأبيات المنسوبة له الإمام محمد بن إدريس، من هو؟ الشافعي. أخي لن تنال العلم إلا بستتي، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. لا بد من الاجتهاد والصبر. ما لم تعرفت وحددت هدفك اصبر، احرص على الوقت، احرص على حضور الاجتماعات، احرص على ان تعرف دائما وابدا ما هو جديد في التستوستر. اعرف قوانين حنا الحين سنحلق جميعا في اجواء المسابقات، ثمرة التستوستر، ثمرة التغيير، ثمرة التطوير، الانجاز، ستجدها ان شاء الله في المسابقات. ترى نارا تشتعل من الحفاء، من الهمة
والتحفيز بين الأعضاء بروح وأخلاق وتنافس طيب، ليس تنافس مذموم. كلنا نسعى للتطوير. أدعوكم جميعا الحاضر اليوم يتابع مسابقات نادي غرفة الشرقية وجميع الأندية التي تستطيع الحضور لها، ستدفعك أكثر وأكثر إلى الأمام والاستمرار. أيضا أردت أن أحاكي أبيات الإمام الشافعي وهي قد نسبت إليه، لا أعلم صحيح النسبة إلى الأبيات التي قلتها من قبل لإمام الشافعي، فأسأل الله التوفيق ومنعونا في المشروع الرابع العاشر لاستلام الخط التذكيري، فسنجتهد إن شاء الله. وهذه أنا مجتهد يعني أمر بسيط. أخي لن تنال المتواصلة إلا بعشرته، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. كسر للجمود وتنظيم خطبته. كسر للجمود وتنظيم خطبته وتحديد أهداف وتحديد أهداف وجمال بياني عبارة عن استخدام المشروع الرابع والكلمة. ولسان جسد و ولسان جسد مشروع السائل مشروع السائل صح لسان لا لا بحث المعلومات السابع لا مو السابع السادس نكمل لغات الجسد او نبرة الصوت صح ولسان جسد وصوت لساني ولسان جسد وصوت لساني وإحضار بحث واختيار وسيلة تمام واختيار وسيلة وباقي اقناع واقناع فكر وإلهام خلاني وبمثل هذا الرقي وبمثل هذه الخطوات الواثقة من 1 إلى 10 أظهر لنا توس ماستر أسامة السطوحي قدرته وبيانه وتمكنه في المتواصل المتمكن الذي أنهاه بذكر مشواره في مسيرة المتواصل المتمكن. هذه المسيرة التي إن قلنا عنها بدأت بأكل الجزء الأكبر من الضفدع، كسر للجمود، هكذا يكون أكل الضفدع بأنك تحارب نفسك التي بين جنبيك، فأعداء أعداء نفس الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه. ومن طرق أكل الضفدع كما تكلم التوست ماستر أسامة السطوحي وضع الأهداف في الخطبة، والوضع الأهداف في الحياة هي واحدة من الطرق التي يتمكن بها الإنسان من أكل الضفدع والحاجات التي ينطر من أدائها في حياته، لكنه حينما يضع هدفا وخطبة محكمة منزمة بوقت محدد سوف يتخطى تلك الحواجز النفسية، يرى نفسه محلقا من قمة دنيا إلى قمة أعلى. هكذا نحن في مشوارنا في هذه الليلة في اجتماعنا لهذه الليلة الرائع ومع خطيب يختتم مشواره في مسار متواصل متمكن. استحضرت معه أيام الطفولة حينما أتى إلي بصورة الكابتن ماجد في سؤاله للخطب الارتجالية وماوكلي والكثير من الذكريات الجميلة التي أمتعنا بها التوست ماستر تركي آل حارث ومقيمه النجم المبدع ممثل نادي غرفة الشرقية في منافسات الساتاك 2016-2017 والحائز على المركز الثاني في خطب التقييم التوست ماستر أمين أحمد أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أتشرف في هذه الليلة أن أقيم نجماً ساطعاً لينضم إلى 7 مليارات نجمة توست ماستر تركي الحارث الذي يترك بصمة في كل اجتماع يحضره وفي كل مكان يوجد فيه. يقدم مشروعه العاشر ليختتم سلسلة المتواصل المتمكن. مشروعه يهدف إلى الإلهام.
لن أعيد تكرار أهداف المشروع التي ذكرها الأستاذ ماستر فهمي عبد القادر اختصارا للوقت. وقته أيها المقيم من 8 إلى 10 دقائق. كل التوفيق لك بعنوان 7 مليارات نجمة. كل التوفيق لك أستاذ ماستر. 7 مليارات نجمة. توفيق أستاذ ماستر والنجمة فوق 7 مليارات نجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أتخيل يوميا خطاب الذي سأقدمه بإذن الله أمام 35,000 شخص بعد 7 أشهر من الآن. أحاول أن ألهمهم وأن أدلهم على الطريق الذي سلكته وصلني إلى نتائج عدة. لست أعلم هل سيتحقق هذا أم لا، لكنني أعلم أنني استطعت أن ألهمكم هنا سألهمكم هناك. نائب الرئيس، عريف الحفل، الإخوة جميعا، أعضاء وضيوفا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. في بداية إلهامي لهذا اليوم سأمتن وأقدم امتناني لكل شخص أزعجته من أول يوم لي في هذا النادي، بدأ بالتوست ماستر عبد المنعم الهوسة الذي لم يجد بدا من أن يجيب أحياناً بالصوت عوضاً عن الكتابة، لأنه كنت أقدم له عريضة على الواتساب يومياً، والتوست ماستر فهمي والتوست ماستر نايف وجميع الإخوة جميعاً بدون استثناء الذين ساهموا بكل كلمة، حتى الأعضاء الذين كانوا جدد لتلك اللحظة أو حتى الآن، توست ماستر ماجد الحربة أو توست ماستر ماجد بالخير أو حتى الإخوة جميعاً، كلهم ساهموا أن أصل لهذه المرحلة، ولم أكن يوماً لأصلها لو لم أحضر كل لقاء وأسمع لكل مقيم وأتلقى المعلومات من كل شخص كان موجودا هنا، حفزني وعلمني وأشعل داخلي فتيلا لأن أصبح في هذا المشوار بعد انتهاء 4 أشهر من أول دور بدأت فيه في نادي التوست ماستر الشرقية. 7 مليارات نجمة، من يخمن العنوان؟ توست ماستر إلياس. عدد البشر. جميل جدا، تستحق هدية، إما تختار كتاب أو أنا أعطيك كتاب من عندي اللي تتمنى. أبغى هدية. طيب أعطيك هدية. يوما ما كنت أبحث أين أريد أن أكون، كيف أريد أن أكون، لماذا أنا هنا. حين الإعداد لهذا المشروع العاشر كنت أبحث ماذا سأقدم، فما وجدت إلا أن أضع شخصيتي في 3 صور. فأنا أحب أن ألهم الآخرين، وهذا أحد الإنجازات التي صعدت فيها على مسرح أمام 20,000 شخص ورفعت علم بلادي. أحب أيضا أن أسافر، وهذه رحلة في إيطاليا، وأحب أن أتعرف على التاريخ بالذات. بالمناسبة هذا الموقع موقع بجانب قصر روميو وجولييت أو شقة روميو وجولييت. كذلك أنا أحب التطوع، بحثت كثيرا 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 كثيرا، وجدتني أبحث عن التطوع، أحب مساعدة الآخرين، فذهبت في رحلات خارجية سياحية تطوعية، استمتعت بكل لحظة ساعدت فيها شخصا، وتألمت كما تألم، وغرست في داخلي رسالة أن أساعده كما ألهمني، فقررت أن أبحر أكثر في التجارة. ألهمني في ذلك عدة شخصيات. قبل أن أتكلم عن هذه الشخصيات أو لماذا هذا الأمر، دعوني أسألكم، من يريد 500,000 دولار أو آسف 500 مليون دولار في يوم واحد؟ جميل جدا. إذن عليك أن تحقق 1 مليار دولار في الساعة، وإذا قلنا أن النسبة 2% ستحصل على 500 مليون دولار، وتحتاج إلى 256,000 عملية. تعرفون ما هذه الأرقام؟ تنفس. نعم؟ تنفس. أحسنت، الإجابة قريبة لكن تنفس شخص ملهم بالنسبة لي، جاك ما، وهو حدث الساعة في موقع علي بابا في يوم العزاب
256 ألف عملية في الثانية. بلغت مبيعات موقع علي بابا 25 مليار دولار في يوم واحد. فلو أخذ 2% كأرباح 500 مليون، نصف مليار. تعرفون من هو علي بابا؟ أو جاك ما؟ مالك رئيس مالك موقع علي إكسبرس. هو الشخص الذي طرد، لم يقبل، قبل كل من معه إلا هو لم يقبل في كنتاكي. هو الشخص الوحيد الذي رفض توظيفه في الشرطة من أصل 25 شخص. هو الشخص الذي ردته أكسفورد 10 مرات لا تريد أن توظفه. بدأ حياته ب 12 دولار، وبعد أن أصبح مليونير أعطوه شهادة فخرية. هل يحتاج إلى أن يدرس؟ هذه هي النقطة. هذا الرجل أحد الملهمين، لن أتكلم كثيرا عنه، ابحثوا عن قصته. هذا أحد الذين يقودني لأن أقول أنا أيضا أستطيع أن أصبح كذلك. قصة إلهام ابحثوا عنها. فكرته ليست جديدة كما يقول ألفرد، يقول كلما طرح أحدهم فكرة اكتشفت أنها أن هناك غيره، عشرات غيره سبقوه، لكن هو خطط وبدأ. الكثير ضحك عليه، الكثير قال هذه فكرة غبية، الكثير قال لن تستطيع جاك ما. والآن هم يبحثون عن أن يكونوا جزءا بسيطا من مشروعه. ليس جاك ما فقط، الشيخ عبد الرحمن الصمين حين ذهب إلى أفريقيا والكل كان يتوقع عدم نجاحه، الكل يقول من يذهب إلى هناك؟ عشرات مرات محاولات الاغتيال، ومع ذلك ماذا فعل في أفريقيا؟ ستيف جوبز، بيل جيتس، من تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف وعاد لم يكن خائب الظن، بل صاحب حلم يريد، يقول لعل الله أن يخرج من بين ظهرانيهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أين نحن من هؤلاء؟ سبعة مليار ونصف مليون نجمة موجودة في هذا الكون، استقيتها أظنها أغنية لكأس العالم بعنوان سبعة مليارات نجمة، أو سبعة، نعم سبعة مليارات نجمة، تدل على البشر. عدد البشر الآن 7,580,000 شخص. أنا شخص وأنت شخص، لكن كلمات الأغنية حين بحثت عنها وجدتها كلمات جميلة جدا. يقول اركض كأنك ولدت لتحلق، عش كأنك تعيش ولن تموت. حينما نأتي معا نصبح سبعة مليارات نجمة، حينما نكون معا نضيء هذا الظلام. افعل وتجرع على الحلم وكل شيء يوصلك لهذا الحلم. كتبت هذه الكلمات أمامي حتى أقرر أن أصبح نجمة مضيئة. من يعرف كيف تصبح النجمة المضيئة؟ الله أقسم بمواقع النجوم أن بعد احتراقها وبعد انتهائها أضيئت هذه النجمة. كذلك أنا أسعى، وكذلك يجب أن نسعى أن نكون بعد موتنا إضاءات تشير. ابتعد عن نادي المثبطين إذا كنت تريد فعلا أن تنجح. إذا أنا أعلم أن لديك حلما جميلا، أنا أعلم أن لديك، أنك تريد أن تكون، أن يكون لديك جسدا صحيا، أن تفعل أشياء كثيرة، أعلم أنك تخفي في داخلك كثير. هناك أناس قالوا لك ما تفعل وصدقتهم للأسف. للأسف أقول لك حان الوقت لتظهر كل ما لديك، حان الوقت لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن أولئك المثبطين لن يكونوا معك حين تلهم الآخرين، حين تحقق أحلامك، حين تصبح مثل جاك ما أو الصميت أو أي أحد آخر. ستأخذ من الحسنات ما تريد. هذه صورة لي قبل أسبوعين، تعمدت أن أصورها لأني بدأت في برنامج صحي، وبعد أسبوعين فقط نزلت 4 كيلو 2 كيلو يا جماعة، بعض الناس مو قادرين، والوزن والمقاسات 4 سنتي. أعرف أناس لهم سنة كاملة لم يستطيعوا أن يحققوا حتى جزء من هذا.
أصحاب الرؤية هذا أحد الموهبين الذي أسمع له كل صباح، كل صباح أسمع له يخبرني لأنه أحد الملهمين. كان ليز براون من الناس الذين لا يستطيعون النطق ولديهم مشاكل، والآن هو المحفز الأول عالميا. أرجوك، هنا بيئة تساعدك، هنا نادي للتحفيز وليس نادي للتثبيت. أرجوك أخرج حلمك، لا تستمع له، لا تقف. هنا أناس نجحوا أقل منك، وهنا أناس عانوا مثلك، وهنا ستكون نجمة ستضيء ولو بعد حين. لا تخف، لا تتردد، لا تستمع لكل من يحاول أن يثنيك. إذا أردت فعلا أن يكون لك أثر، تكون نجمة، أشرق الآن. عودة إليك. أشرق الآن وكن أنت النجمة. أنت لست جاك ما ولست ليز براون، أنت تركي الحال. أنت ممن ينطبق عليهم كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت بهذه القمة، بهذه الهمة تصعد بنا نحو القمة، نحو أن نكون إضافة إلى 7 ملايين أو 7 مليارات نجمة. أنت حديث مستقبل مبهر، أنت محفز مثل معلمك ليز براون. نهض من الفقر وانطلق نحو القمة، وأنت كذلك تنطلق بنا بصدق مشاعرك وأحاسيسك إلى قمة أخرى نكون نحن فيها الأبطال في هذا الزمان وفي كل زمان. شكرا لكم أيها الأحبة لاستماعنا هذه الخطوة، والآن مع تقرير مؤقت، وأرجو من الجميع التصويت لأفضل خطيب لهذه الليلة. شكرا أخي بس ماستر عصام. أولا أخونا عبد المنعم الهوسة، الوقت 14:45 مجاز. أخونا ماجد الحربي، تسماستر ماجد الحربي، 4:10 غير مؤهل. أخونا تسماستر أسامة السطوحي، 9:40 مؤهل مجاز. تسماستر تركي آل حارث، 10:25 مجاز. إذن المجازون تركي آل حارث وأسامة السطوحي. أرجو التصويت لأفضل خطيبين. في النموذج في أسفل الصفحة، في الجزء الخلفي من الصفحة. ولدينا كلمة خاصة يتقدم بها نائب رئيس الشؤون التعليمية الدوست ماستر عبد المنعم آل هوسة. جزاك الله خير. السلام عليكم. حتى لا أطيل عليكم، لكن عندنا اليوم مناسبة كبيرة، لكن سنأخذ فيها وقتا يسيرا. عندنا تسمستر من يعني أركان نادي غرفة الشرقية، حاز على مرتبة العريف المميز. العريف المميز في الإنجليزي DTM، هذه أعلى مرتبة يحصل عليها العضو في تسمستر بعد مضي 7 سنوات. سبع سنوات ما شاء الله، وفي ناس يعني قبل إن شاء الله والناوي إن شاء الله. رحبوا معي بتسمستر نايف العتيبي. نخلص يا اخوان تصويت ونتفضل على الكيك هناك، تنتظركم لالتهام. حياكم الله. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفقرة الماتعة، حيث بديهة المقال، وعند بديهة المقال تختبر عقول الرجال. يقول هذه الفترة الرائع والمبدع التوست ماستر مهند المدلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الخطب الاعتزالية هي من أمتع فقرات هذا اللقاء. في هذا اليوم ستكون خطب الاعتزالية لها طابع خاص، ستأخذ طابع المناظرة. سوف يخرج على هذا المسرح شخصين وأطرح بينهما موضوع
شخص مؤيد وشخص معارض. طبعا للملاحظة، الدور الذي سيأخذه الشخص لا تعبر عن رأيه، وإنما سيعبر عن الدور الذي سيقلده. نحتاج، قد اخترنا بعض الأسماء في الخارج. الشخص محمد الشهري، توست ماستر محمد الشهري، توست ماستر سامر يونس، طبعا لقاءاتي الوقت لكل شخص من دقيقة إلى دقيقتين. الموضوع تحت الشروط هي واحد بحكي والثاني برد عليه بس تمام، يعني مجمل لكل شخص دقيقة إلى دقيقتين، لذلك اقترح وجود ميقاتي آخر أو كل واحد ميقاتي. يحتاج وقتين، ممكن يرجع يرد، ممكن بخمس ثواني خلص جملته ويجي دوري. خلاص انا احسب وياه. حلو، فكره ممتازه. يبغى لك الوقت اللي فيه جوله جولتين ثلاثه. الضرب لتأديب الأطفال، هناك من يقول أن الضرب ضرب الأطفال تؤثر على نفسيتهم ولا يؤيد ضرب الأطفال، وهناك من يقول أننا ضربنا في صغرنا وجلدنا وها نحن رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الضرب لا شك أن له عواقب كبيرة جدا 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 على الأطفال، وخصوصا إذا أطلق وهو المشاع أنهم يضربون على الصغيرة والكبيرة، يؤثر على نفسياتهم مهما ادعوا عندما يكبرون أن لم يتأثر. تجد بعضهم يضرب أبناءه كما كان والده يضربه، لا يتأمل فيما كان يفعل ولا يعرف لماذا يضرب، فيضربهم على الصغيرة والكبيرة، مع أنه شرعا لم نؤمر بضرب الأطفال إلا على الصلاة، ومتى بعد تعويدهم على الصلاة ما يقارب الأربع سنوات. من حيث المبدأ الضرب موجود، إذا الخلاف ليس على مفهوم الضرب ولكن على كيفية الضرب، وهذا من صميم كلامك. ولكن قبل هذا لنعود خطوة إلى الوراء ونسأل، هل تتحدث عن هذا الموضوع من منظور الضارب أم المضروب؟ ربي يسعى والأرض أو الولد؟ لأنك كنت تتحدث من منظور الولد فهذا غير احتمال ما كتبت في الصورة. بالنسبة لي عندما كنت أعزبا وليس لدي من الأطفال، كنت أنظر في هذا الموضوع أنه لا يجوز، والتربية الحديثة والمنظر إلى الجهات الأخرى. ولكننا تقريبا جميعنا سافرنا إلى دول مختلفة وننظر إلى المغتربين والذين هاجروا يعودون بعد حين من أجل تربية أولادهم التربية الصحيحة. عندما صار عندي أطفالا أنظر إلى بعض مشاكلهم وبعض عنادهم وبعض الأمور وأقارنها بما كنت أفعله، وأقول رحم الله والدي أعتقد أنه كان يجب أن يعلق لي حبل المشرقة، ولكنه كان حنونا جدا في بعض الحالات. وختاما لننظر إلى الحالات الناجحة، الأكبر فالأصغر، الأكبر فالأصغر، وننظر إلى نسبة الضرب الذي كان مبرحا في الماضي وأصبح خفيفا في هذه الأيام، ونتشرف بهذا الشخص المحترم واللطيف ونتعلم منه. مديري في المدرسة أكبر مني سنا، أكن له الاحترام، أصفه بكلمة واحدة فأقول هو رجل. يقول لي والدي حفظه الله، هو يقول والدي حفظه الله لم يمد يده على أحد منا، ومع ذلك نكن له
كل الاحترام وكل التقدير، ونرى أن والدي قام ربتنا كثيرا، أبناؤه كلهم حفظة للقرآن الكريم وكلهم في وظائف جيدة ومرتبات تعتبر قيادية، ومع ذلك يقول لم يكون يوما من الأيام ليمد يده علينا. هذه التجربة وغيرها من التجارب الموجودة في المجتمع تؤكد أنه لا يكون الضرب فقط هو الوسيلة التي تخرج الرجال وتخرج الأقوياء والأشداء، بل هناك من الوسائل الكثيرة التي تغني عنها، فإن نجحت قد نعمم هذه التجربة. أما إن لم تنجح فسنعض أصابع الندم ونقول يا ليت وليت. هل نبحث عن الاحترام المبني على الفهم أم الاحترام المبني على الخوف؟ لننظر حولنا ونقرر. شكراً. طيب الآن تستعدون للمناظرة الثانية؟ توست ماستر عبد الله حاجي والضيف بدر الشاعري. الموضوع عبارة عن الحرية الشخصية. هناك من يقول أن لي الحرية الكاملة في فعل أي شيء دون قيود، وهناك من يقول أن الحرية لها قيود. القيود عنده ولا عنده؟ لا. هناك من يقول أن الحرية الكاملة، أن لي الحرية الكاملة في فعل أي شيء دون قيود، وهناك من يقول أن الحرية لها قيود. تفضل. أنا أتكلم أن القيود هذه أنا عيد القيود يعني؟ لا، أنت ترعد القيود. الحرية مطلقة. طيب، شكرا والصلاة والسلام على رسول الله. الحرية لابد أن يكون لها قيود. إذا أتاك شخص وقال لك أنها ليس لها قيود، معناته لا تكلمني ضفك. سوف أفعل ما أريد. هناك قيود إسلامية، وهناك قيود اجتماعية، وهناك قيود أسرية. بالعكس ليس له قيود. عندما وقفت أمام المسرح كنت أتكلم عارض الشخص الذي يقول ليس لا يوجد قيود. لا أنا إحنا مثل الدور. الشيخ عبد الله الدور لا يمثل شخصيته. الدور لا يمثل شخصيته. أنت خذ دور الشخص الذي يسعى إلى الحرية المطلقة دون قيود. يا عبد الله ترى وهو لا يمثل عن شخصيتك. أبني دورك يا عبد الله. باقي وجهي آسف. نبدأ. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أريد الحرية التي لا يكون فيها قيود. لماذا؟ لكي أسرح وأمرح وأخرج متى أريد وأعود متى أريد دون حسيب ولا رقيب. لماذا؟ ما الذي ينقصني؟ هل أنا لست رجلا كاملا؟ أمتلك كل مقومات الرجولة، فلماذا أريد شخصا يعلمني كيف أعيش أو كيف أتصرف أو متى أذهب ومع من أذهب؟ بالتأكيد أنا أؤيد الحرية المطلقة. كيف ترد على ذلك؟ طيب، السلام عليكم ورحمه الله. السلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لقد تكلم هذا الشخص الكريم، وانا يعني اول مره اقف في هذا المكان وامام هذه الوجهه النيره، لكني رايت فيه انفصام في الشخصيه. هو يريد ان يخرج بلا قيود. من منعك؟ من منعك وكبل أياديك وقال لك لا تخرج واجلس في مكانك؟ هناك حرية للأشخاص جميعا، ولكن بانضباط الدين الإسلامي.
الدين الإسلامي نظم حياتنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلينا ونظم حياتنا، ولكن لم يكبل يديك ولم يقل لك اجلس في مكانك لا تخرج، بل اخرج وتمتع بحياتك. وشكرا لك. أرد عليه في البداية قلت أن هذا الكلام لا يمثلني شخصيا. ثم أقول له إن كل شخص منا سوف يحاسب بنفسه، لا يوجد معك أحد يحاسب الله معه، فلذلك لماذا نكون خلفاء الناس في أرضي، أو على قولتهم ليش إحنا نراقب عثرات الناس أو ماذا يصنعون؟ انشغل بنفسك يا أخي، سوف تحاسب بنفسك، لا أحد يدخل القبر معك، استمتع بحياتك لأنها حياة واحدة ولن تعيش إلا حياة واحدة. وددت أنك تتراجع عن قراراتك، ولكن تثبتت على انفصامك، وأنا أريد أن أنصحك لأن ليس لك إلا هذه الحياة، فمرها كالغريب، لأن لك آخرة سوف ترجع إليها. نعم سوف تحاسب القبر لحالك أو لوحدك، ولكن الحساب سوف يكون عسيرا في ذلك الوقت. شكرا. لم أقصد أنني سوف أحاسب لوحدي، أنني سأفعل ما أريد، ولكن المقصد هو أنك لا تصبح شخصا يراقب ماذا يفعل الآخرون. هذا رد. وكلنا محاسبون عند الله سبحانه، وكلنا نلتقي إن شاء الله مراته. وشكرا لكم. تحية يا شباب، تحية. كلام ممكن. مصور كل شيء بعدين. خطاب للتجارية. عليكم. خطاب للتجارية تنبه عن خطباء رائعين ارتجلوا وجهات نظر لا تمثل حقيقة قناعاتهم، ولكن هكذا هي جوهر الخطب الارتجالية، أن تكون عندك بداهة في المقال، فربما احتجتها يوما ما في موقف حساس وحرج بهذه اللياقة والمرونة في الفكر وسرعة التفكير وأنت واقف، ستتدارك ذلك الموقف وتخرج نفسك بشكل أفضل وأروع وأبدع. وإلى هنا تتوقف قيادتي لدفة هذا الاجتماع، ليقود الاجتماع المقيم العام. المقيم العام والذي بدوره سوف يقود الاجتماع، لأنه كان الجندي المجهول في هذا الاجتماع، حضر من بدايته وراقب مجرياته، فهو هو اليوم يقود دفة التقييم. ولكن قبل أن نبدأ بتسليم المنصة، نود أن نأخذ تقريرا ميقاتي بالنسبة للخطباء الارتجاليين. سامر يونس، دقيقة واربعون ثانية مجاز. الأخ محمد الشهري، دقيقتين وعشر ثواني مجاز. والأخوة عبد الله حاجي، من أربعين إلى 41 ثانية مجاز. والأخ بدر الشاعري، دقيقة وثلاثين ثانية مجاز. إذن كل خطباءنا لهذه الليلة مجازون، وسيمر الدوسماستر سالم الدوسري ليجمع الأصوات من عندكم. وإليك عريف أو إليك المقيم العام لهذه الليلة لتدير دفة الاجتماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حياكم الله جميعا. أبدأ معكم مقيما لهذا الاجتماع الرائع والماتع. أشكر لكم حضوركم، أشكر لكم تواجدكم، الأخوة الذين نظموا هذا الاجتماع وقادوا دفة هذا الاجتماع، وعلى رأسهم عريفنا الرائع والمبدع عصام الجبيلي. نبدأ أولا بتقييم الخطباء للخطب المعدة. خطيبنا الأول لهذا اليوم كان التوست ماستر ماجد الحربي، ومقيمه أحمد الشمري. تفضل أحمد الشمري.
مساكم الله بالخير جميعا. سلام. توست ماستر ماجد الحربي، في البداية أنت حلقت في سماء الإبداع وبدأت خطبتك بابتسامة تنم عن ثقة بالنفس وهدوء يوحي للمستمع بأن هذا الشخص الذي يتحدث عن ثقة وعن روية. دائماً من الأساليب الجميلة بأي خطيب هو أن يبدأ خطبته وذلك بإشراك الجمهور، إما يسألهم سؤالاً أو يشركهم بطريقة ما، وهذا ما بدأت به أنت حيث أشركت الجمهور من خلال طرحك لسؤال وهو عن الأمنيات. ذكرت مثالاً عن الكاتبة تدعى بروني، وكان هذا المثال يدعم خطبتك، وبالطبع هو من أحد أهم أهداف المشروع. الذي أعجبني في لقائك هو الهدوء وحركة العينين، فقد يعني توزعت نظراتك للحضور جميعهم بلا استثناء، وأيضا حركة الجسد وخصوصا حركة اليدين كانت جميلة. وحينما ذكرت مثالا عن الكاتبة حينما قالت خمسة أشياء فقد أشرت بيدك وذلك دلالة على كلامك. أيضا للأمانة أنا حاولت جاهدا أن أجد نقاط التطوير بالنسبة لهذا المشروع، لم أجد المشروع تماما أنت اجتزته، ولكن هناك نقاط التطوير فيما بعد في المستقبل. أولها نبرة الصوت كانت واحدة، لم تكن مرتفعة ومنخفضة، كانت واحدة من بداية الخطبة إلى نهايتها، وتمنيت أنك استخدمت المسرح، لديك مساحة كافية لكي تستخدمها، لكن أنك توقفت مكان تقريبا هنا وبدأت خطبتك وأنهيتها وأنت على هذا المكان. هذا ما لدي، وإن شاء الله هذا التوفيق لك إن شاء الله. يعطيك العافية مستر أحمد. أذكر الأعضاء المقيمين أن التقييم يميل للإيجابية أكثر، ولا مانع من ذكر نقاط التحسين، ونؤكد على الإيجابية خصوصا في البداية والخاتمة، ونقيم العضو الخطيب الخطب المعدة حسب المرحلة التي وصل لها. الخطيب الثاني كان مع أسامة السطوحي في مشروعه العاشر والأخير في المتواصل المتمكن، ومقيمه لهذه الليلة توست ماستر فهمي عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المقيم العام، السيد نائب الرئيس، الأعضاء الكرام، الضيوف والأحباء، أطلب من الضيف مهند العتيبي. مهند العتيبي، ما اسم الخطبة؟ هل تتذكرها؟ أنا نسمع الشخص نفسه، نسيت شكله. شكرا. أيوة، من الواحد إلى العشرة. يا سلام. طيب. إن شاء الله. ممكن توقف؟ لو أنت الآن مكانه، ماذا يمكن أن توصل رسالة إلى الجمهور؟ معك 30 ثانية. أخطاء يعني ولا؟ لا لا، رسالة. ماذا وصلك من رسالة؟ باختصار بشكل عام، لا تتخوفون من أي تجربة جديدة، إذا ما نفعتك بإذن الله ما راح تضرك، إن كانت إيجابية استمر فيها، إن كانت سلبية توقف عنها. شكرا شكرا شكرا. توست ماستر أسامة السطوحي، لقد ألهمت هذا الضيف الكريم الذي أتى أول مرة إلى هذا الاجتماع ولا يعرف شيئا عن التوست ماستر، وهذا هو الهدف من هذا المشروع، إلهام الجمهور. وهذه الليلة جميلة، أنت حلقت بوجود لا يقل عن 20 ضيف جديد، والآن هم وصلتهم الرسالة من قائد متمرس يلقي الخطبة وكأنه موضوع عادي ليس فيه أي ضغط على نفسه. حاول التوست ماستر أسامة السطوحي أن يعلمنا
كل ما تعلمه في هذا المشوار من الهدف، التنظيم، توظيف الكلمات، وما أحلى الكلمات التي قالها والأشعار. أخي لن تنال المتواصل إلا بعشرة. فكرت حيقول لي عشرة زوجات أو إنما عشرة مشاريع. كسر الجمود وتنظيم خطبة وتحديد أهداف وحسن بيان ولسان جسد وصوت لسان وإحضار بحث واختيار. لقد حققت كل ما أتوقعه في هذا المشروع، الإلهام للجميع. وأنا أول واحد حقيقة تمنيت أن أبدأ المشوار بعد كلامك. أحييك أحييك وأطلب من الجمهور التصفيق للتوست ماستر أسامة الشطوحي. وإليك المقيم معه. شكرا لك توست ماستر فهمي، أنت ألهمتنا بعد إلهام التوست ماستر أسامة الشطوحي. آخر الخطب المعدة لهذا اليوم كانت من التوست ماستر تركي آل الحارث، الذي قدم أيضا مشروعه العاشر، ومع مقيمه توست ماستر أمين أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. في البداية قبل أن أوجه كلماتي إلى التوست ماستر تركي الحارث، أتمنى منكم أن تعطوه تحية قوية جدا لمناسبة أنه أنهى مشروعه العاشر في سلسلة كتاب المتواصل المتمكن، والمناسبة الثانية أنه أصدر لنا إلهاما قويا كلنا، واستطاع أن يلهمنا وأن يحقق أهداف مشروعه. وهنيئك توست ماستر تركي في تحقيق هذا المشروع. في البداية وجدت شيئا غريبا، أن يقف الخطيب لبضع ثوان دون أن يتحدث. ومن المعهود إذا ما استطاع المتحدث أن يقف على المنصة يبادر بالحديث. هذه المرة كان الشيء غريبا بعض ما أن يصمت المتحدث، وهو شيء جاذب لانتباه الجمهور، فاستطاع أن يجذب انتباه الجمهور، كل الجمهور نظر إليه. بدأ بعدها أن يتحدث في موضوعه. استخدم التوست ماستر تركي الحارث مجموعة من الأدوات التي ساعدته في إلهام الجمهور. أولها هو أن يختار موضوعاً يناسب الجمهور. اختار موضوع التطوير والتدريب والتحرك إلى كل ما هو جديد، وهو أمر يناسب الجمهور، حيث أن الجمهور لم يأتي هذه المسافات وأن يضيع هذه الأوقات إلا في الاستفادة والتطوير. ثم استخدم أيضاً مجموعة من الأفعال. استخدم فعل الأمر والذي يعدل القوة، والأفعال المضارعة والتي تعدل التجدد والاستمرار والنشاط. استخدم مجموعة من العبارات والألفاظ التي تساعد الجمهور في الإلهام، كأن يقول ابتعد عن نادي المثبطين، ثم ينتقل فيقول أخذ حلم. أيضا من هذه الأمور التي تساعد المتحدث في إلهام الجمهور أن يستخدم قصة ما، واستخدم قصة جاك ما، واستخدم مجموعة من المقولات كمقولة ألفريد مونتبر، واستخدم مجموعة من العبارات التي تساعد على التحفيز والإلهام. حماسة المتحدث كان لها دورا إيجابيا كبيرا في إلهام الجمهور، حيث انتقاله على المسرح، حيث نبرات صوته ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث لغة الجسد التي توضح للجمهور هذه الكلمات التي ينطقها بشفاهه، حيث تعبيرات الوجه التي كانت جدا رائعة وتعبر عن تلك الكلمات. وددت أن تعاد صياغة المقدمة بعض ما، أن تبدأ بأن تعرض ما يثير الجمهور وما يريده الجمهور، ثم تنتقل بعدها إلى ما تريده أنت، ثم تنتقل بعدها في ذكر الأشخاص الذين ألهموك، ثم تستطرد في طريقة التغيير وطريقة الإلهام. من الأشياء الرائعة أن يختم الخطبة بدعوة إلى التغيير، حيث وجه مجموعة من الكلمات إلى الجمهور يدعوهم فيها إلى التغيير وإلى أن يكونوا أفضل. وددت ألا تكثر الحديث حول كلمتين الإلهام، وألا تستخدمها أكثر من مرة. أنت هنا لتثبت للجمهور
أنك تستطيع أن تلهمهم دون أن تستخدم كلمة الإلهام. جدا كنت رائع، حققت ما أراده الجمهور وما أراده الكتيب. استمتعنا بخطبتك، أتمنى أن أراك في ستاك القادم تلهم 7 مليارات نجمة. إليك المقيمة. نشكر لك هذا التقييم الرائع توست ماستر أمين أحمد. توست ماستر عبد الله حاجي، أنت مقيم خطوة تجارية. يبدو أن ضيفنا بدر الشاعري كان عنده حدث كبير عندما قال فيه مصام بالشخصية. شوفوا أرد علي ولكني توست ماستر عبد الله حاجي هو مقيم الخطب الارتجالية، وهو أحد خطباء الارتجالية، فسيقيم نفسه بنفسه، يعيش الدورين، دور الخطيب ودور المقيم. هناك 4 خطباء، لديك من الوقت دقيقتين لتقييم الخطب الارتجالية. تفضل توست ماستر عبد الله حاجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بالمجلس من جديد، يسعدني ويشرفني في هذه الليلة أن أتولى دور تقييم الخطب الارتجالية. الخطباء الذين خرجوا حلقوا بنا وامتعونا وأثبتوا أن هذه الفقرة هي من الفقرات الماتعة فعلا. الخطيب الأول التوست ماستر محمد الشهري، أقنعتنا بصدقك في الموضوع وإيمانك به، وكأنك حضرت مسبقا عن هذا الموضوع، وأعجبني أيضا حين استشهدت برسول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في المر من الأبناء. توست ماستر سامر يونس، أسلوب فكاهي جميل، أقنعتنا الحقيقة، لا أجد أي نقاط للتطوير. كنت جيدا في استشهادك بمجيد بعض الآباء أو الأمهات إلى هذه البلاد لكي يأخذوا التربية الصحيحة الصالحة، أمتعتنا، شكرا لك. توست ماستر وزميلي في المناظرة بدر الشاعري، أمتعتنا، شكرا لك، أحييك، أقنعتنا بصدق إيمانك بالموضوع، كان جيد، بلاغة جميلة، وقوفك على هذا المسرح هذا أكبر إنجاز، استمر وشكرا لك. أما التوست ماستر عبد الله حاجي، جيد جدا في تمثيل واقتباس شخصيات، الحقيقة تكلمت عن الموضوع لا يمثلك شخصيا وأنت جيد في هذا. شكرا لك، استمتعنا بهذه الفقرة، شكرا جزيلا لكم، وأقول لكم حلقوا مع الصقور واتركوا باب الطيور. نشكر لك هذا التحليق الرائع توست ماستر عبد الله. بعد أن انتهينا من تقييم الخطب المعدة والخطب الارتجالية، نأتي إلى فريق التقييم الرائع الذي ساعدنا في هذه الأمسية، ونبدأ بالمدقق اللغوي ماجد أبو الخير. عفوا تماما، بتأخذ تقرير الوقاتي لأنه داخل التقرير. طيب. يعتبر مخطبة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لنطيل في التدقيق اللغوي، حقيقة هناك كثير من العبارات الجميلة والجيدة والرائعة، لكن اقتنصت عبارة لكل شخص من الأشخاص الذين وقفوا هنا. الأخ ماجد الحربي قال لنا عبارة جميلة، حققوا سعادتكم كأنفسكم. أستاذنا أسامة سطوحي، أسام أسمع أو أسمع قلبك أو أسمع قلبك. توست ماستر تعزك أزا للتقدم، كلمات جميلة. لن يتغير من لن يعلن النفس أو الحرب على نفسك. تلك الحارث، أركض كأنك تحلق، أشرق الآن وكن نجمة. أستاذنا عبد الله الحاجي، حلقوا مع الصقور واتركوا باقي الطيور. استخدمت كلمة حلق 11 مرة في هذا الاجتماع، لله الحمد.
بعض الأخطاء اللغوية أستاذنا عبد المنعم هوسا ذكر كلمة كوفي بدل قهوة، ماجد الحربي بعض المستشفيات الكبار بدل المستشفيات الكبيرة، أسامة سطوحي بروشور نطق كلمة مطوية، وعبد الله حاجي لا تكلمني ضفايتك. تقريبا هذا كل ما لدي في هذا اللقاء، وأتمنى من الجميع التقدم والمزيد من العطاء، وشكرا لكم جميعا. عودة إليكم، بعض التنبيهات الإدارية البسيطة. أقترح في الخطب الارتجالية أن يتم اختيار الأعضاء الذين ليس لديهم أدوار حتى نعطي فرصة للمشاركة لأكبر عدد. أيضا أقترح في البداية استلام المنصة من العريف أو من المقيم العام وتسليمها كذلك، لا حتى تبقى المنصة فارغة. الخطب المقيمين عندنا كان عندنا توست ماستر فهمي عبد القادر، والتوست ماستر أمين أحمد، والتوست ماستر أحمد الشمري، وكذلك مقيم أو مدقق اللغوي التوست ماستر ماجد أبو الخيل هؤلاء، وأيضا التوست ماستر عبد الله حاجي للخطب الارتجالية. خمسة مقيمين، أرجو منكم التصويت على أفضل. تقرير الميقاتي الأخ أحمد التوست ماستر أحمد الشمري 2:32 مجاز، الأستاذ فهمي عبد القادر 2:38 مجاز، 38 مجاز، 38 غير مجاز، مجاز 3 لأنه من 3 من 3 إلى 3. الأخ التوست ماستر أمين أحمد 3:52 غير مجاز، برقان هو المسؤولية بين محسوبنا. المميز الأخ عبد الله حاجي 1:55 مجاز، وأستاذنا الأخ ماجد أبو الخيل المميز 1:32 مجاز. إذا لدينا أربع مجازين، أربع مقيمين مجازين، تست ماستر فهمي وتست ماستر ماجد وتست ماستر أحمد الشمري وتست ماستر عبد الله حاجي. أرجو أن يتم التصويت في الورقة التي أمامكم أسفل الورقة، أفضل مقيم سيمر عليكم التست ماستر سالم لأخذ الأصوات. الآن نأتي إلى عداد التلفكوات لكي من المتابعين، من اللي عندنا؟ أستاذ منصور، أستاذ منصور الشهري يتفضل ليقدم تقريره عن التلفكوات والأصوات في هذا الاجتماع. اقترح تمديد الوقت 10 دقائق. افهمي على الصوت. طيب من يصوت؟ الاعضاء فقط. طيب اذا تمديد الوقت 10 دقائق، نقف ان شاء الله عند التقرير عند 9 ولا 10 دقائق. تفضل تصمت منصور الشهري. السلام عليكم، مساء الجميع. بالنسبة للتركات والأصوات في هذه الليلة، الأستاذ توست ماستر عصام الجبيري كان عندك صوت واحد له استخدام الأكثر من مرة، ومقيم الخطبة الأولى الأستاذ أحمد الشمري كان عندك حرف الواو تكرار، وعندك أصوات له استخدام الأكثر من مرة. خطيب الخطبة الأولى للتوست ماستر ماجد الحربي كان عندك أحد التلكوات وكانت المرتين، وخطيب الخطبة الثانية الأستاذ توست ماستر أسامة سطوحي كان عندك تلكوات مرتين وهو استخدام الآه، وكان عندك توقف المدة كثيرة. أما المقيم الخطبة الثالثة الأستاذ توست ماستر أمين أحمد كان عندك أحد التلكوات في الأصوات والاستخدام الآه أكثر من مرة. الخطيب الثالث اللي هو توست ماستر تركي الحارث كان عندك تكرار كلمة الإلهام لأكثر من مرة.
أما بالنسبة لمقيم الفقرة التعليمية توست ماستر عبد المنعم الهوسة، كان عندك تلقات في أحد الحروف كان استخدام الواو أكثر من مرة، وأحد التلقات الصوتية وهو الوقوف لمدة طويلة عدم التعليم. المتحدث خطوة التجارية محمد الشهري محمد الشهري كان عندك أحد التلقات في الحروف تلقى صوتي. وبدر الشاعري كان عندك بدون تلقى، وسامر يونس كان عندك حق تركات الصوتية. والمقيم الخطبة الارتجالية ومتحدث الخطبة الثالثة أستاذ عبد الله حاجي توست ماستر عبد الله حاجي كان عندك حق تركات الصوتية. أما مقيم الخطبة الارتجالية كان عندك استخدام الآلة أكثر مرة، العدد عدد 3 مرات. شكرا لكم وإليك المقيم. أخيرا شكرا لكل أعضاء الذين أخذوا هذه الأدوار القيادية. أشكر أيضا أمين مراسم سامر البدوي على ترتيب هذه القاعة قبل الاجتماع. غرفة الاجتماع كانت مجهزة بشكل طيب، وجود علم النادي ووجود الكؤوس وأيضا الأشرطة في بداية الاجتماع. تم بالمناسبة هو حضر الظهر اليوم أو قبل العصر لوجود النساء والمخازن تحت حتى يجهز المكان. الله خير. أيضا وجود ورقة تسجيل الضيوف، تسجيل بيانات الضيوف في هذا المكان، حيث جميع الضيوف يسجل بياناته ليتواصل معهم المسؤول العضوية. كذلك وجود كلمة المدقق اللغوي حلق في أرجاء القاعة. وبهذا التقييم أنهي دوري في هذا الاجتماع، وإليك الاجتماع. شكرا لك مقيمنا العام توست ماستر محمد الشهري على هذا التقييم وبهذه الخطوات الجميلة والرائعة. انتهينا من التهام ذلك الرجع بعد قسمناه إلى أقسام متساوية، استمتعنا بها وفي كل لحظة كنا نتقدم خطوة إلى الأمام. لا يسعني في ختام هذا المطاف إلا أن أقدم لكم أسمى آيات الشكر والعرفان لحضوركم الكريم، لأسلم المنصة بعدها إلى نائب الرئيس الشؤون التعليمية التوست ماستر عبد المنعم الهوسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. شكرا لك توست ماستر عصام، الله يعطيكم العافية جميعا. حتى ينتهي عدد التلقاءات مستر سالم من جمع الأصوات عفوا وجاهز ما شاء الله، نستمع سريعا. ودنا من كل ضيف إذا حضر وقته يعطينا سطر إلى سطر النصف، 10 كلمات إلى 15 كلمة. ماذا رأيت في الاجتماع؟ انطباعك، رأيك، شعورك، أي شيء تريد أن تذكر. قد نتجاوز من حضر عندنا سابقا، وحضوره للمرة الثانية يؤكد لنا انطباعه الحسن، فجزاكم الله خير. الأخ الكريم، طبعا إذا حبيت توقف أخي جزاك الله خير، إذا حبيت توقف جميل، وإذا نحن أنت ضيف راح تفضل. السلام عليكم. كول حضور لي أشكر أخوي محمد على الدعوة. بصراحة كان حضور جميل جدا، الاجتماع طيب، تعرفت على شباب كثير هنا استفدت منهم، إن شاء الله حاب أكون واحد من المشاركين في برنامج توست ماستر. شرف. الله يا تحب تذكر كلمة تفضل. السلام عليكم. طبعاً ثاني مرة أحضر. ما شاء الله. برنامج بشكل عام جميل ومحفز، إنك يعني مثلاً زي الآن تتكلم قدام مجموعة كبيرة، تزيد الثقة بنفسك، يعني ما نستفيد في كل الأحوال، إضافة إنك تتشرف وتتعرف على الناس المحترمة الطيبة هذه، فهذه فرصة طيبة ومبسوط إني موجود، إن شاء الله إني أستمر. بإذن الله. إن شاء الله. الأخ الكريم. السلام عليكم. السلام.
أنا محمد الياس المدني، نائب رئيس الشؤون العضوية في نادي سيف البيان في جامعة الملك فهد بن طارق المعادن. ما شاء الله. إن شاء الله سمعتكم منتشرة في يعني النوادي العربية، كونكم من العشر الأوائل أتوقع على العالم. صحيح. فأحب أهنيكم وأتمنى لكم. فحبيت هذه أول مرة أجي هنا، فحبيت أجي وأشوف الشعور العظيم اللي يقولون عنه والجو الرائع اللي يقولون عنه، فجيت وعشت هذا الشعور واستمتعت. وبالحقيقة دائما الحضور كثير يزيد الضغط على الواحد، لكن الحضور هنا يعطيك الثقة أن تتكلم. الله يعطيك المال العالي. أستاذنا الفاضل نورتنا. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم مصطفى صبح. هذا المرة الثالثة اللي أحضر فيها، العام الماضي حضرت مرتين وهذا العام أول مرة. كم أكون سعيد بصراحة لما آتي إلى هذا المقر، وأزداد حماسة خصوصا أنا يعني أدرس دكتوراه، أحس يعني أحيانا بنوع من يعني التباطؤ عن الإنجاز العمل، فلما آتي وراء همم وحرص على الحضور وكذا سبحان الله أزداد همة، وإن شاء الله يعني نسعد بيه جميعا يا رب. ذكركم سطر يعني صار طيب ان شاء الله خلاص خلصت علينا محشوم. انا ما راح اكرر، بس انا اشوف زاويه بعيده شوي اللي هي سخاء في الابتسامه، سخاء في الاستلطاف. يا ريت اللي انا شفته اليوم يكون في المجتمع الخارجي، انا اتمنى. بس بقيت الكلام جميل. الله الضيف العزيز بدر الذي تعرفنا عليه في المنصة، حياكم الله جميعا. أولا تشرفت بالحضور وأشكر الأستاذ محمد الشهري على الدعوة الكريمة. جاني بيت كذا على الطائر، فأقول عمل وتنظيم وحسن خطابة لقد شرفتموني أيما تشريفا. جزاكم الله. إن شاء الله نشوفك معانا عضو والكل ان شاء الله. حكرا تفضل حبيبنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم صلاح المزين من نادي توست ماستر موبايل الشرقيه. ما شاء الله. تعال الاخ مثل حالك، انا عندي مشروع العاشر لازم نختصر يعني الدعم والحضور. ما شاء الله تبارك الله يعني جدا ممتع، جدا استمتعنا في اللقاء الجميل. طبعا اذكركم بس بالاهداف، من الاهداف اللي الاساسيه للتست ماستر اللي هي تبنى على اول مشروع كسر الجمود. صحيح. فعلا صحيح، هذا شفته ما شاء الله عند ضيوفكم جدا، طبعا شفته في الشباب. وما اقول غير ما شاء الله يعني حتى ضيوف ما شاء الله قالوا كلام ودي اقول بس خلاص. الله يرحمك. ايش رايك ابو اسامه في الاجتماع؟ والله الاجتماع يعني ممتاز جدا، يعلم كيف يعني الحوار، كم الحوار هادي، الحوار هادئ. الله يذكر عافيه. تفضل. اللقاء المره الثانيه لك ما شاء الله. سلام. دهام احمد دهام الخالدي. نعم. جميل. هذا ثاني حضور لي هنا معكم، وإن شاء الله ما هو الأخير طبعاً. شرف. يزيدني شرف. اجتماعاتكم ذي تهيئ الإنسان للانطلاق وتسير العجلة. إن شاء الله. فبإذن الله تحليق للجميع. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيء اللي لفت انتباهي صراحة أول ما جيت في القاعة من برا لما دخلت داخل، لما أنا الآن نشوفه اللي هو الجو الأسري إن شاء الله، يعني إفشاء السلام بين الحضور والأعضاء جميع، وتحس كأنك ما أنت بغريب صراحة. الحمد لله. ما أنت بغريب. نورت. تفضل. السلام عليكم جميعا، معكم هند العتيبي مسؤول كيماويات ميناء الملك عبد العزيز. أولا أشكر الأستاذ وزميل العمل أستاذ ماجد أبو الخيل على الدعوة، وصراحة سعدت بلقائكم وحسن الاستقبال، أشكركم عليه وبإذن الله نفيد ونستفيد. حياك الله. نورنا. السلام عليكم، أنا محمد سليمان
عجبني جدا النقد البناء من الشباب في الوقت في الترتيب اللغوي في ال ضيف العزيز لعلك اخر من سيتحدث ما شاء الله حبنا في الرحمن محبكم في الرحمن ابو عبد الرحمن اشعلني بصراحه التصفيق يعني بصراحه ما شاء الله تبارك الله يعطي روح من الحماس بصراحه انا دعيت في عام 2015 على التوست ماستر بس بصراحه لم اتوقع بهذه الحماسه ولم اتوقع بهذا التحفيز والالهام والكلمات المحفزه اللي فعلا تعطيك روح للتجديد وأنك تغير من نفسك استمتعت وياكم وأسعى أن يكون عضو معكم إن شاء الله أيوة تفضل ضيف العزيز يقول لي كذا واصل تعالوا معكم وان شاء الله الامور طيبه الله يحفظك الله شكرا للجميع الله يعطيكم العافيه اعضاء وضيوفا بارك الله فيكم ننتقل الان الى اسماء الفائزين الذين حازوا على اعلى تصويت من الحضور وقبل ان نكرم نتشرف بدعوة رئيس القسم فيولي التكريم معنا أيضا وأيضا حليف الاجتماع قبل أن نبدأ بالتصويت دعونا أولا نكرم من كان لهم الإنجاز الأكبر في هذا الاجتماع يتفضل التسمسر أسامة السطوحي إنجازه لمشروع وشهادة درجة المتواصل المتمكن. عشرة. وأيضا يتفضل التسمستر تركي الحارث. أفضل مقيم عام ما شفت شيء طبعا أفضل مقيم عام عبد الله حاجي يستاهل الحين سجل يا كاميرا عادي ما عندك مشكله افضل خطيب ارتجالي ما شاء الله بدر الشايع والآن مع أفضل خطيب لهذا الاجتماع أفضل خطيب
مثل كل حارب. كلنا فائزون بإذن الله. طالب بعد التصفيق. وفزنا ب. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله. شكرا لكم جميعا والله يعطيكم العافية. أعلن عن نهاية الاجتماع والرحلة. عفوا. جيد ترى ما عندي معنى. دقيقة لنائب الرئيس العلاقات العامة. سيتحدث عن فعالية فريدة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة انضمامي لنادي غرفة الشرقية توست ماستر كان في زيارتي لجناح تعريفي عن النادي في منتقى شباب وشابات الأعمال. كان هناك أشخاص مميزين من النادي انتدبوا للتعريف بالنادي في هذا المنتقى. ولدينا بعد أسبوعين من الآن في تاريخ 27-29 نوفمبر نفس الملتقى سوف يتكرر وسوف يكون لدينا جناح للعرض والتعريف بالنادي. أرجو ممن يرغب المشاركة بالتعريف بالنادي أن يأتي بعد الاجتماع ليسجل اسمه. وشكرا لكم. شكرا لكم ونعتذر على الإطالة. سبحانك الله وبحمدك في الآية استغفرك وأتوب إليك. صورة جماعية الله يحفظكم.